لكن الكلام الكتير المهم دايما كما تعودت في الغربال. تحية لفرقة الرافال الأهلوية. الحقيقة وأنا بطلع إحصائية عن أكثر أندية العالم تتويجا ببطولات الكرة الطايرة، الإنجاز اللي بيحققوه لاعبي النادي الأهلي والأرقام اللي وصلوا لها فكرني بطلعاتهم القوية بالطائرات الرافال الفرنسية اللي مصر عززت قوتها الجوية بيها، القوة الجوية المصرية ما شاء الله، يعني تدعم خير أجناد الأرض وتخلي القوة المصرية العسكرية حاجة مفخرة لكل مواطن مصري وعربي. أداء الكرة الطائرة الأهلوية كمان مع تشابه الأسماء مفخرة لكل رياضي. عارفين فريق الكرة الطائرة في النادي الأهلي واخد كام لقب؟ احنا في الكرة بنزاحم ريال مدريد على البطولات القارية في الكرة، لكن في الكرة الطائرة الأهلي أكثر أندية العالم حظا للألقاب، عنده 81 بطولة. اللي بعديه كام؟ الفريق الكرواتي هاوك ملاودوست الكرواتي 66 بطولة. يعني احنا بنزاحم ريال مدريد بس ما حدش بيزاحمنا. دي طيارة بعدت في أجواء بعيدة جدا، خرجت بره متابعة الرادار الرياضي العالمي. سيسكا موسكو الروسي العتيد عنده 58 بطولة، أولمبياكوس اليوناني عنده 53 بطولة، والهلال السعودي عنده 52 بطولة. فالأهلي في الكرة الطايرة أكثر أندية العالم حظا للبطولات. أنا لما شفت الإحصائية رجعت لصديقك العزيز الدكتور طارق الأدور، وهو واحد عضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي للكرة الطايرة ومهتم جدا بإحصاءات الكرة الطايرة زي كرة القدم. فقال لي رقم الأهلي رقم قياسي وبعيد عن أي حد وبره المنافسة لسنين طويلة كمان. والحقيقة الفريق ولو رحت فريق السيدات عنده هتلاقي حالة إعجازية مماثلة. فأنت الكرة الطايرة الحمد لله يعني ماشية بشكل هايل جدا. ومثلا أقول لك حاجة، أنت خسرت من طلاع الجيش وإلا كان الدوري اتحسن من بدري. أيوه. فأعاد للزمالك فرصاته. أيوه. طلاع جيش مدعم نفسه ببعض الناشئين واخدهم اعارات من النادي الاهلي. هم نجوم هذا الفريق او من نجوم هذا الفريق. اذا انت كمان صفك الثاني بتجهزه بره عشان تعرف انك تستمر في هذه الحاله من التفوق. عندك تفسير لان الاهلي بيملك ثقافه الكره الطايره او سر اللعبه؟ ده شيء تاريخي يعني. اذا كانت السله في الستينات وفي الستينات والسبعينات كان المنافسه شديده جدا ويمكن كانت امل لزمالك سن لكن بعد كده الاهلي كعادته لما بيركب في مرحله ما بيبعد بيقدر يعرف السر اللي انت بتقوله، انك انت على طول مهتم بالناشئين والمكسب معدي وكذلك الهزيمه طبعا. فاللي بيتربى على الانتصارات، انت لما تشوف نتائج الناشئين رجال يعني وسيدات وناشئين وناشئات اكتساح اهلاوي يمكن بطوله ولا حاجه فاتت، فتعرف ده جاي منين؟ ان النهر متدفق. النهر متدفق وخلاص، عارف انت الخلطه فقادر تمشي عليها في قطاع الناشئين. النهارده عشان كده الاهلي اصبح يولي كره السله وكره اليد اهتمام كبير جدا. طبعا كرة اليد قريب جدا من انها تتفوق. كرة السلة يعني بقالنا موسمين شايفين تطور فيها. المنافسة جديدة جدا في كرة السلة، المنافسة ثنائية في كرة اليد. النادي الأهلي خد الكاس والزمالك خد الدوري. لكن اعتقد ان الامور في اللي جاي بإذن الله الأهلي ايضا يستطيع ان يحقق النجاحات في كره السله كره اليد. اعتقد حتى وهم بيحتفلوا زي تنس الطاوله استاذ ابراهيم. هتقول لي السر ايه؟ من زمان، ما انا كنت قعدت 9 سنين ولما جيت كان فريق تنس الطاوله تقريبا كله ما عدا السيدات والرجال فاميلي يعني متجوزين من بعض وقرايب بعض وكده ففضلوا في النادي الاهلي
لان الملعب كانت هذا زوج مختلط بجد بقى. وبنتين ناشئات واثنين رجال. وبنينا على كده. من يوميها كمل الدكتور علاء مشرف، الدكتور وفيق، وبعديه علاء ونهال والولاد. لا انا بتكلم على الادارات. ما هو انا كنت قعدت 9 سنين، جه مع الدكتور وفيق قعد له كام سنه رحمه الله عليه، جه علاء بعد كده كبطل ثم مسؤول. خلاص الخلطه اتعرفت. فربنا بيكرمك، وعندنا ملاعب مش موجوده في حته. يعني الصاله المغطاه اللي هي اسفل مدرجات مدينه نصر، حمام سباحه مدينه نصر، ما فيش نظير له. جت كده ممثل، يعني زي ما لغينا يعني ملاعب كره اليد علشان نبني اوض ملابس، لا ده احنا خلقنا مساحات بالاف الامتار تحت حمام سباحه مدينه نصر. اصبح عندك اعطيني ملعبا اعطيك بطلا، دي القاعده.